نرى دائما أن بعد التضخم يكون في ركود، ولكن مع يعني التولز الذي ساهموا في تخفيض هذه تخفيض التضخم ساعدت نوعا ما أن الركود لم يكون بكبره كالمتوقع. يعني شهدنا البيانات الاقتصادية مثل الجوب ماركت أو سوق العمل خصوصا في الولايات المتحدة ما زال قويا، ويعني يوم الجمعة أشار أن النون فارم بيرولز أو الوظائف الغير زراعية أظهرت نمو حاد، يعني 517,000 jobs. لذلك يعني كان نوعا ما خوف الأسواق هذا الأسبوع. يعني في بداية الأسبوع شهدنا أسواق الأسهم تنخفض، وذلك يعني correction بسيط، ولكن يعني التضخم مازال معتمد عليه من البنوك المركزية أن يخفضوا بهذا بتجديد السياسة النقدية. الركود الاقتصادي يعني سنشهد أو نشهد already بوادر طفيفة من الركود الاقتصادي، ولكن سوق العمل لا يزال قوي، بينما نشهد هذا الانعكاسات على بيانات اقتصادية تانية مثل الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، لأن الـ purchasing power أو يعني الصرف من الأفراد انخفض لأن الأسعار عالية طبعا مع التضخم. لذلك هذه البيانات هي التي تنعكس من تجديد السياسة النقدية ومن مكافحة التضخم، ولذلك نشهد هذه التقلبات في السوق. ولكن مع كل تصريحات من البنوك المركزية من كل من تخفيضات في الوتيرة أو إنهاء هذه السياسة النقدية سنشهد بعض الإيجابية في الأسواق تستعيد قدرتها مجددا. طيب إذا ما انتقلنا قليلا إلى الولايات المتحدة، نجد أن هناك أزمة الديون قبل فترة من الآن، بدأت أزمة الديون في الولايات المتحدة. هذا ينقلنا سيدة نادية إلى تساؤل، يعني كيف يمكن للدول النامية ومحدودة الدخل أن تتمكن من سداد ديونها في ظل كل الأزمات الاقتصادية الراهنة؟ نعم، في الولايات المتحدة شاهدنا أنهم يعني they reached the debt ceiling الذي هو 34 مليون، ولذلك كان قصة كبيرة في الولايات المتحدة خصوصا مع الديمقراطيين والريبوبليكانز، ونوعا ما أثرت على الأسواق، ولكن مش بالشكل الذي يعني كنا متوقعينه أيضا، لأن هذا صار يعني خلال هذه الفترات الطويلة، يعني أنه شهدنا هذا من قبل، فلازم أن البنك المركزي أما يرفع أكثر أو أنه يرفع هذا السيلينج من عن البنوك المركزية. يعني ده الحل الوحيد أنه هما ممكن يعملوه، أنه هما يعلوا السيلينج تاني، أنه هما يقدروا أنه هما يعني يعملوا لونز أكثر. فهذا الشيء كان يعني محدود له نسبيا، انعكاساته على السوق كان نسبيا، لان كنا نشهد في نفس الوقت الايرنينج سيزون او نتائج الارباح من الشركات الكبرى، وهذا كان يعني محور السوق في هذه الفتره، لذلك لم نشهد انعكاسات كثيره على الاسواق من هذه الناحيه. طيب قبل أن أنتقل معك إلى أسواق النفط والغاز، أيضا سيدة نادية بالنسبة لهذه الدول النامية وأيضا الدول محدودة الدخل، بالنسبة كمردود غذائي أو الأزمة الغذائية العالمية في ظل كل التغيرات الجيوسياسية، الحرب الأوكرانية وأيضا ما تأثرت به من تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا باعتبارهم من أكبر المصدرين للحبوب بالعالم، كيف يمكن أن تدار الأزمة الاقتصادية أو عفوا الأزمة الغذائية في العالم؟ هل سنشهد تحسن بالنسبة لأسعار الحبوب في هذا العام؟ طبعا يعني التضخم يؤثر على كل شيء، ويؤثر خصوصا على يعني مش بس الأسعار التجزئة، ولكن أيضا على أسعار الغذاء بشكل إجمالي. لذلك سنشهد البعض من التقلبات في هذه يعني السكتورز، ولكن مع انكماش التضخم ينبغي أن نشهد أن هذه الأزمة ستبدأ أن يعني تنخفض أو تفيد استدراجيا مع يعني التضخم أن ينخفض.
تنخفض في هذه الفترة. طيب إلى قطاع الطاقة والنفط أيضا سيدة نادية، أين ترين مستقبل أسواق النفط والطاقة خلال 2023 على الأقل؟ نشر الآن أسعار النفط في ارتفاع ملحوظ خصوصا بعد الزلازل التي شاهدناها في هذه اليومين، وأيضا مع افتتاحات الاقتصاد الصيني الذي يدعم الطلب على أسعار النفط، لذلك نشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. يعني برنت خصوصا شهد ارتفاعات ما فوق $80 للبرميل، وأيضا دبليو تي آي شهد ارتفاعات عند مستويات 78. توقعاتنا أن طبعا أوبك بلس قالت أن هي ستكمل بتخفيض الإنتاج، وهذا أيضا يساهم في رفع أسعار النفط، ولكنها يعني في آخر السنة الماضية وهذه السنة استقرت ما بين $80 و$70، وأيضا ستستمر في هذه النطاق، حيث يعني هذه هي النطاق التي استقرت عليها منذ فترة طويلة، ولنشهد يعني ارتفاعات ملحوظة. لازم أن يكون في سبب فاندمنتلي أو كثيف أو سبب كثيف أن يحرك هذه الأسعار، مثل مثلا تدخلات أوبك بلس للتخفيض أكثر من الإنتاج ما فوق 2 مليون برميل مثلا. طيب سيدة نادية، يعني في ظل العقوبات الغربية على روسيا وأيضا توجه العديد من الزبائن المعتادين بالنسبة للأسواق الخليجية مثل الهند وأيضا الصين، توجهوا الآن باتجاه روسيا بسبب يعني السعر المخفض للنفط الروسي، هل سيكون هناك تغير بالنسبة للأسواق العربية الخاصة بالطاقة في ظل كل ما يحدث يعني من تغيرات باتجاه الأسواق العالمية؟ نعم صحيح، صرحت الجي 7 برايس كاب على قيمة البرميل الروسي إلى $60، ولكن روسيا صرحت أنها لم ترضي على هذا الشيء، وإذا أن يعني اقتصادات أو يعني بلاد عامة بدأت في هذا الاستيراد هذا النفط بهذا السعر، فروسيا لم تكون راضية عنها ستعمل أو تحول إلى مشاكل أكثر. فلذلك نحن ننتظر الآن أي تصريحات من بوتين من روسيا على هذه الأويل سانكشنز التي طبعا كانت انعكاس عن الحرب روسيا وأوكرانيا، وهذه البلاد يعني تدافع عن أوكرانيا، لذلك حطوا هذا البرايس كاب $60 للبرميل يعني كعقوبات على النفط الروسي. ولذلك يعني نشهد أن مثلا ايضا مع الزلازل التي حصلت، انا كان في بايبلاين انسد بين العراق وتركيا، ولذلك سيؤثر ايضا على اسعار النفط. لذلك نحن في فتره جدا مهمه يعني تحدد اسعار النفط والاتجاهات العامه لقطاع الطاقه بالتحديد. طيب اذا ما انتقلنا الى سوق العملات، كيف سيؤثر تأثر الدولار من خلال رفع أسعار الفائدة على أسعار النفط باعتبار أن النفط هو مقوم بالدولار الأمريكي؟ نعم، نشهد الآن الدولار يعني ارتفع من بيانات الوظائف الغير زراعية يوم الجمعة، سببت في ارتفاع في الدولار وانخفاض في الذهب، ولما ارتفع الدولار سبب هذا في انخفاض في العملات الأخرى مثل الباوند واليورو الذي هبط دون مستويات 1.20. أيضا اليورو كان في مستويات يعني عند 1.10 وتراجع أيضا من ارتفاع الدولار. يعني حاليا الكورليشن ما بين النفط والذهب والدولار لم تكون شائعة في الأسواق كالمتوقع. الآن نحن نشهد أن أسعار الفائدة هي 25 نقطة أساس لم تدعم الدولار الأمريكي، بل هي الوظائف الغير زراعية هي التي دعمت الدولار إلى هذه المستويات. خفض الوتيرة من قبل البنك الفدرالي
يعني ستدعم العملات الأخرى مقابل الدولار، لأن الدولار كان مدعوم بتشديد السياسة النفطية التي كانت عن 75 نقطة أساس، و75 نقطة أساس على مراحل 4 مرات، مما ساهم في يعني رفع الدولار الأمريكي. ولكن الآن المشهد تغير، وسنشهد انخفاضات على الدولار الأمريكي، ولكن يعني هذا كمان يعتمد على البيانات الاقتصادية. يعني مثلا الوظائف الغير الزراعية أثرت على السوق، وبينت أن البنك الفدرالي له إمكان للمزيد من التجديد طول ما عندنا سوق عمل جيد وبيانات اقتصادية لسه ما زالت عالية. فسنشهد أن الدولار الأمريكي ممكن أن يزداد قوة، ولكن إذا شهدنا هذه البيانات يعني ترتد، وفي انخفاضات في هذه البيانات الاقتصادية مما يعني يعكس النمو الاقتصادي بلش أنه هو ينخفض، بينما ذن ممكن نشهد أن الدولار الأمريكي ممكن أن يشهد انخفاضا. طيب سيدة نادية، قبل أن أختم معك في سوق الذهب، أود أن أسألك عن مدى تأثر الأسواق العربية بتجديد السياسة النقدية من قبل الفدرال الأمريكي، وأيضا رفع أسعار الفائدة من اتباع للبنوك الخليجية على الأقل للفدرال الأمريكي. طبعا كل البنوك المركزية تتبع الفدرالي الأمريكي، هو المحرك الرئيسي في جميع الاقتصادات في العالم. لذلك كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الفدرالي المقبل، الذي سيكون محور كل شيء في الأسواق، خصوصا مع تحركات العملات وتحركات المؤشرات. أيضا البيانات الاقتصادية هي نوعا ما تحرك الاقتصاد بشكل عام، ويعني تكون القائدة إلى مؤشرات أخرى في دول العالم. يعني نحن نقرأ بيانات أمريكا كأنها بيانات كل العالم، فلذلك هي جدا مهمة، وجدا سيكون الاجتماع القادم مهم في قراءة النمو الاقتصادي العالمي، وسوف يعني نحلل ماذا سيحصل أيضا في دول الخليج. طيب أختتم معك في سوق الذهب، يعني الذي شهد ارتفاعا بعد تصريح رئيس الفدرالي الأمريكي. السؤال هنا سيدة نادية، هل سيبقى الذهب محافظا على مكانته كملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين؟ نعم، سيحافظ الملاذ الآمن طبعا على سوقه، لأنه بالأساس الذهب في وضع، يعني خلينا نقول أن الدولار الأمريكي كل ما ينخفض نشهد ارتفاعات في الذهب، ولأن محور السياسة الفدرالية ستتغير وسيكون في وتيرة أصغر، وبنهاية السنة يعني ممكن أن نشهد أن ينهو هذا التجديد، فممكن جدا أن يعني نرى ارتفاعات مكثفة على أسعار الذهب يعني إلى نطاقات ما فوق مستويات 1950. نعم، محللة أسواق كوتي السيدة نادية البلاسي من دبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.